اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي والمطبخ صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. النهارده مع بعض بنعمل حاجات لطيفه بنراعي في الاعتبار ان في كبار السن، في اطفال، في رياضيين، في اجازات، في امتحانات الثانويه العامه. الطلبه والطالبات واولادنا اللي يمتحنوا ربنا يوفقهم يا رب وينجحهم، هنعمل لهم عصير النهارده انا مسميه عصير التركيز والنجاح. اللي هيشرب من الكوب العصير ده بالتاكيد ربنا هيكرمه. يعني لو احنا بصينا مع بعض كده في مكوناته موز وتمر وعسل ولوز وشوفان مع الحليب وشويه فانيليا. مشروب صحي رقم واحد، رقم اتنين طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا. معايا صدور فراخ النهارده هعملها بكاتا بالليمون صوص، دي حاجه لطيفه جميله. انا بقدر الامكان الليمون صوص مفيد جدا فيتامين سي، والفراخ طبعا او صدور الفراخ عموما هي امنه، نسبه الدهون فيها قليله جدا. معايا كوسه النهارده هعمل طبق جديد. الطبق ده انا بهديه لكبار السن، اسمها كوسه جرجيت برزيان او كوسه بوري جراتان، ده المسمى بتاعها من المطبخ الفرنسي. هنعملها النهارده بطريقه سهله، كوسه مسلوقه زي ما هي سليمه، هتنضرب بوري وتاخد فليفر وتاخد جبنه موزاريلا وتاخد شوفان وتاخد بياض بيض وتتقدم في كاسرولة جراتان، هتعجبكم ان شاء الله، حاجه لطيفه وحلوه. وتعالوا مع بعض نشوف موضوع الكوسه هنعملها ازاي طبق جديد مع بعض. مقادير الكوسه جراتان على الشاشه، عبارة عن كوسة، جبنة موزاريلا، معانا توم ومعانا بصل ومعانا شوية حليب ومعانا دي شوفان. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، وأنا شغال مع حضراتكم كده واحدة واحدة. بجيب الخلاط بتاعي، تعالوا مع بعض نشوف إزاي نعمل كوسة بطبق جديد النهاردة وبشكل جديد وإحنا شغالين مع بعض. الفراخ دي نخليها معانا كده عشان نستخدمها دلوقتي مع بعض في قلب الطاسة. حلوة. طيب مقادير الكوسه شفناها مع بعض. الكوسه عشان طبعا نكسب وقت مع بعض انا سليها ومجهزها اهي. دي كوسه عاديه مسلوقه زي ما هي سليمه اهي. الكوسه دي مسلوقه، شفت بكسرها بيدي ازاي؟ اهو اهو. سلقتها في شويه ميه بعد ما قشرتها كويس، او ان انا خططتها كده بالشوكه يعني وشلت منها اي مشاكل نتيجه الاتربه او خلافه، وقطعت طبعا بالشكل ده كده وسلقتها كده وبحطها في قلب الكبه اهو. طبق جديد ولكبار السن، هنضرب الكوسه دي كلها مع بعضيها وتبقى كوسه جراتان بوريه. اه كده تمام. اه خلص الكلام. الكوسه بعد ما انضربت في الخلاط شفناها مع بعض، حطيتها في الصينيه بتاعتي او في الطاسه بالشكل ده كده وعلى نار هاديه، ومن وقت للتاني بقلبها بالمضرب. اه دي الكوسه اهيت بدات تاخد قوام بالشكل ده كده. كوسه ضربتها في الخلاط مع حليب اهوت بالشكل ده كده. ببدا احط شويه دي الشوفان بتاعنا الجميل الحلو. الشوفان بيتجاب، في منه المطحون وفي منه الشوفان اللي هو زي ده كده. فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي، ده قبل وده بعد. دي رقائق الشوفان اللي ممكن نحط عليها حليب وتبقى وجبه فطار الصبح او وجبه عشاء اخر الليل، او معانا الشوفان مطحون بالشكل ده كده. اه الاثنين معانا. ايه اللي هنستخدمه في الطبق ده يا عم الشيف؟ هستخدم هنا دي شوفان. طب عايزه تستخدمي الشوفان السليم مفيش اي مشكله، بس ده سريع الذوبان وزي الفل. اه ثلاث معالق حلوين قوي، بنحطهم كده ونقلبهم. ده بيديني قوام للكوسه بتاعتي، اصبحت ان الكوسه دي فيها شوفان بيمتص الدهون، بيحرق الكوليسترول. الكوسه مفيده للقلب، فيها الياف لمشاكل الامساك، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها حليب قليل الدسامه. طبعا ده موجود في اي سوبر ماركت، هنشوف القوام بتاعها دلوقتي. اهو بقلب كده، ببدا احط البهارات بتاعتي واظبطها. بهاراتنا ليها ملح وفلفل. اه بالشكل ده، شويه فلفل حلوين، شويه الملح التمام. طب نتكلم مع بعض كده، ايه الابحاث العلميه اللي بتقول هنا مكونات الاكله اللي معانا ديت؟
دي ما فيهاش اي دهون خالص، انا ما استخدمتش لغايه دلوقتي اي زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه غير الحليب بتاعي اللي هو قليل الدسامه. وبقت كوسه فيها شوفان بالشكل ده كده. ما اعمل ايه بقى؟ اللي هياكل من الكوسه دي هيقول لك والله شوف طعمها عايزها دسمه وما فيهاش الطعم، انا مش مريض انا والجو اللي احنا عارفينه ده كده. هنعمل حاجه لطيفه قوي دلوقتي لحضراتكم مع بعض واحنا بنقدمها. اقلبها كده واجيب الكسروله التقديم وطبق جديد. عندي جبنه موزاريلا، باخد الكوسه بالشكل ده كده بنزلها هنا اهو. يلا يلا اهي يا شباب اهي اهي حلوه قوي. ادي الكوسه اهي زي الفل، كوسه ضربت في الخلاط، قلبنا معاه الشوفان. حلو، في نفس الطاسه يا عم الشيف والله ما غيرها. بحط شويه جبنه موزاريلا حلو قوي، بحط شويه حليب على الجبنه وانا شغال كده. ركزوا معايا عشان الموضوع ده هنا شايك، في نفس الطاسه مش هعمل اختراع ولا حاجه، واقلب الجبنه كده مع الحليب. دي جبنه وحليب. شوفي بقى التركيه اللي جايه. معانا بياض بيض، اللهم صل على النبي، بياض بيض. وانا واقف بقوي هنا، انا بديها هنا طاقه، بديها قيمه غذائيه عاليه جدا، عايز اكله فيها العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم. خدت بياض البيض بالشكل ده كده، ودي كمان اهوت، واحنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو تمام، عينيا زي الفل كده، بياض البيض تمام. مهم جدا وانت بتفصل الصفار عن البياض تحط في الاعتبار، انا مش عايز صفار، الصفار يقول لك في دهون كتيره مع مريض السكر مريض الضغط الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. بقلب ده كده مع بعض اهو، بياض البيض وحليب وجبنه موزاريلا، دي التركايه. وابدا احط شويه زعتر حلوين محترمين زي الفل وسنه الملح الصغيره وشويه الملح والفلفل. يبقى الجديد ان انا خدت شويه حليب مع شويه جبنه حسب الرغبه مع بواقي الكوسه اللي باقيه في الطاسه، قلبتهم مع بعض، واخد الخليط ده يا عم الشيف والقوام الحلو ده كده اللي هيديني طعم بقى زي ما هو كده، بحط على وش الكسروله بتاعتي اهي. ده الجديد. يلا هنا اهو، هنا اهو بالشكل ده كده في درجه حراره فرن 180. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ده اصبحت هرم غذائي فيها بروتين حيواني، جا منين؟ من بياض البيض، فيها النشويات وفيها الالياف الفعاله والغير الفعاله من الشوفان اللي انا حطيته، فيها الكوسه مفيده جدا والياف. درجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن في قلب الفرن، اللهم صل على النبي اهي. واقفل الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا بص عليها نظره الوداع، كوسه بوريه جراتان فيها كل العناصر الغذائيه اللي بتناسب كل افراد الاسره. عايز ابص على الكوسه بتاعتنا، ايه الاخبار؟ الله، هو ده، عايزه تاخد لون انا عشان نشوفها مع بعض. طيب صينيه كوسه بتتكلم مصر. بص عليها الدنيا كده زي الفل، حلوه. فيها بياض بيض، فيها بروتين، فيها الكوسه، فيها الجبنه، بطريقه حلوه عملناها لحضراتكم كده. حلقتنا النهارده على الشاشه بساطة سهولة مرونة، قدرنا ان احنا نعمل الحاجة اللي حضراتكم نفسكم تعرفوها بالنسبة للأكل الصحي، لأن في أسئلة كتير على السوشيال ميديا، شيف مغازي عايزين نعمل خضار رجيم، عايزين نعمل الفراخ، كل ده بنعمله عملي مع حضراتكم، لأن احنا بنتابع السوشيال ميديا كل يوم على شاشة القناة الأولى والقناة الرسمية طبعا، وكمان صفحة أكلة أمي. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.